ده محتوى حلقة النهاردة. في هذه الحلقة التي تأتي بعد لحظات من تتويج الأهلي ببطولة كاس مصر للكرة الطايرة للسيدات، فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا لكم أنه رجال طايرة الأهلي عملوا رقم قياسي تاريخي، الأول على العالم. الأهلي رجال الطايرة أكثر أندية العالم حصولا على البطولات، وصل للبطولة 81 ووسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى حد بعيد جدا، يعني يفضل محافظ على اللقب لأنه الأهلي 81 بطولة في الرجال، الفريق الكرواتي هاوك ملاودست 66. البنات مش أقل من الأولاد بل أحسن، لأنه بقت بنات طايرة الأهلي أيضا أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات. ما شاء الله الأهلي بينافس نفسه في الكرة الطايرة على المستوى العالمي. البطولة اللي انتوا حضراتكم لسه شايفينها وأحرزها الأهلي هي البطولة 89 في تاريخ بطولات الأهلي مجتمعة. بنات الكرة الطايرة جابوا كاس مصر على حساب الصيد، ودي للمرة 34 يا باشمهندس. عندهم الدوري السنة دي كان للمرة 37، 10 مرات بطولة الأندية الأفريقية و8 مرات بطولة الأندية العربية، يعني 89 بطولة بزيادة عن الولاد كمان. مؤكد، وأعتقد أن نقطة التحول في تفوق طائرة البنات أو سيدات في النادي الأهلي الجيل اللي ابتدى مع تهاني طوسو، لأن كان جيل بتاع فريدة عصمت في الزمالك مسيطر على الكرة الطايرة. لما نجحنا تهاني دي كانت صفقة مهمة لازم تكشف عن أسرار في يوم الأيام، جابها في أسرار الملك صحيح، لكن ليها قصة جميلة. لكن بمجرد كانت عندها 15 سنة وكان الكابتن رؤوف عبد القادر ابتدى يكون مسؤول، من ساعتها والحمد لله طائرة الأهلي مش بس اكتسحت المسابقات المحلية، دي كسرت احتكار الفرق الكينية. الفرق الكينية دي كانت هي البرازيل بتاعت كرة الطايرة بنات في أفريقيا. والحمد لله ماشيين كويس قوي. يمكن السنة دي في ظروف طبعا، لما فريدة العسقلاني وزميلتها مش عارف اسمها ايه، المهم يعني عنصرين مهمين جدا جدا يكونوا ناقصين، هو الفرقة ستة، اما اتنين منهم يغيبوا اعتقد ان الموضوع يعني بيبقى مؤثر. لكن على كل حال مبروك بالخبرة وبعض التعديلات اللي انا عملتها في الدقائق الاخيره. قول لي بقى، انت كوتش انت العمال كنت تطالب ان سهيله، طب انت مش قاعد جنبي؟ انا قلت لك نزل سهيله يا حمدي، وانت مش متصل بحمدي الصاوي؟ لا، قلت له نزل سهيله وغير اللعب من على البرازيليه لايه. خدنا الاربعه بونت اللي ورا بعض. انا كنت هدخلك مكان الكابتن هيثم. لا، اصل انا اتفرجت كمان على الماتش بتاع السيمي فاينل. فهي شروق طبعا بالتاكيد احسن صانع العاب، لكن وارد انك ما تبقاش في حالتك في الفتره دي. وشروق يعني عايزه تضمن، فبتنوع كتير. لما راحت للبرازيليه ما كانش يومها النهارده. المحترفه بتاعتنا. انما سهيل عملت قدام سبورتنج حته جيم رائع. برضو كنا متاخرين بسته بونت ولا حاجه. نزلت قلبت الماتش، وهي محترفه في امريكا وجايه في فتره كده وبعدين هترجع تاني امريكا. عايز اقول لك الفرقه دي لا لازم تحياتهم او تحياتهن. ايوه. علشان الارقام اللي انت قلتها 86 بطوله. 89 ما فيش فرقه في العالم عامله الكلام صحيح. كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بس اللي مضايقني يا ابراهيم ان مهما عملنا احنا مش ملوك الصلاة، يعني اساطير الصلاة مش عارف نعمل ايه. اساطير الصلاة ده ملوك قليلة قوي. اللي بيحصل ده يا جماعة على مستوى العالم، بتتكلموا في رجال الطايرة اكثر اندية العالم ب 81 بطولة، واللي بعديهم الفريق الكرواتي 61 او 66 بطولة. برضه هنعمل لهم احصائية. 89 بطولة ما شاء الله، عايزين نعمل لهم احصائية. البنات السنة دي بنات الطايرة بطلات الدوري 66 نقطة من 22 مباراة، ما خسروش ماتش واحد. وكان في نهاية الدوري برضه على حساب الصيد، والحقيقة كل التحية لفريق الصيد. يعني كان منافس محترم. اعتقد انه كررها لتاني مرة. ان يبقى مغلوب 2 ويخش 3-2. لا، في ماتش خسرناه كنا كسبانين 2 اعتقد من الصيد كان. بس يمكن عوضناه في الدوري او حاجة. ما خسروش في الدوري ماتش واحد.
ما خسرناش؟ 66 نقطة من 22 مباراة. إنما يعني هي فكرة إنك تتقدم ب 2-0 ممكن تحصل ريلاكسيشن، وممكن تعرف إيه اللي بيحصل ساعتها؟ أنت في الملعب اللاعبات مثلا إيه؟ 2-0 ومتقدم والماتش مرتاح وباين إنه سهل، تقوم أنت تقول إيه؟ طب ما أدي فرص لحد تاني يتألق من زمايلي يعني. ما يكونش فيه توفيق. الكرة الطايرة لعبة خطأ، ديك عارف زمان لما كان بتتعمل بونت وبونت، وانت ما كانش يتحسب البونت الا لو السيرف معاك. فمره كان 13-2 الزمالك كسبنا، وصلنا 13-13 وبعدين كسبوا. ده انجاز كبير لاساطير الصالات، زي ما بقول لكم اللي بيحصل ده في عالم الاساطير الحقيقه، انه رجال وسيدات. كان الكابتن الوشاحه اياميها هو المدرب بتاعنا، كابتن الزمالك المعتزل، كان هو المدرب بتاعنا، كان ماتش في اليوبلس.